بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والإخوة، تقدم لكم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هذا التصريح المقتضب المتعلق بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد 19 ببلادنا. تعرف بلادنا وضعا وبائيا هو الأفضل منذ بداية الجائحة على الصعيد الوطني، فبعد موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس سارس كوف 2 استمرت وامتدت 10 أسابيع، تميزت عموما بمستوى متوسط لانتشار فيروس كورونا المستجد. دخلت بلادنا منذ 4 أسابيع الفترة البينية الخامسة التي تتميز حاليا بانتشار جد ضعيف لمتحورات وسلالات فرعية لأوميكرون، خاصة المتحور الفرعي BQ1 وسلالاته المتفرعة، وكذلك BA2 وسلالاته المتفرعة. ومنذ بداية هذا العام 2023 وإلى حدود الساعة لم تلج أقسام العناية المركزة والإنعاش سوى 27 حالة، من بينها حالتان فقط في الأسبوعين الأخيرين. وفارق الحياة بسبب مضاعفات كوفيد الوخيم خلال الأسابيع الأولى من هذه السنة شخصان مسنان رحمهما الله. أما على الصعيد العالمي فإن مؤشرات المرضى والضراوة والفتك في تراجع مستمر بالأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية وفق بياناتها الأخيرة، كما أن جميع السلالات الفرعية المنتشرة حاليا لمتحور أوميكرون لم يثبت عنها أي ارتفاع لمستوى خطورة المرض. فرغم أن سلالة أوميكرون الفرعية المنتشرة حاليا على الصعيد العالمي هي شديدة الانتقال، فقد لوحظ انفكاك الارتباط بين العدوى والمرض الوخيم بالمقارنة مع المتحورات السابقة المثيرة للقلق. ومع ذلك فإن الفيروس يحتفظ بقدرته على التطور إلى متحورات جديدة ذات خصائص لا يمكن التنبؤ بها. وفي بيان الاجتماع 14 للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن جائحة مرض فيروس كورونا كوفيد 19 المنعقد يوم 27 يناير 2023، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد 19 لا تزال تشكل طارئا صحيا عاما دوليا، وبأن كوفيد 19 دخل مرحلة انتقالية تستلزم توخي الحذر ومواصلة الإبلاغ عن بيانات الرصد وتحليل التسلسل الجينومي واتباع تدابير الصحة العامة بشكل يتناسب مع مستوى تقييم المخاطر. كما أوصت اللجنة بالاستمرار وتعزيز تطعيم السكان الأكثر عرضة للخطر للتقليل من حالات المرض الوخيم والوفيات إلى الحد الأدنى. فبالرغم من التحسن الكبير للوضع الوبائي العالمي فإن كوفيد 19 لا يزال مرتفع الفتك مقارنة بالأمراض المعدية التنفسية الأخرى، ولا يزال التردد في أخذ اللقاح واستمرار انتشار المعلومات المضللة يشكلان عقبتين إضافيتين أمام تنفيذ التدخلات الحاسمة في مجال الصحة العامة. وفي الخلاصة فلله الحمد على الصعيد الوطني نعيش وضعا وبائيا جدا مريح بجميع جهات بلدنا، وما زالت منظومة الرصد مستمرة في تتبع المؤشرات الوبائية بما فيها المتحورات المنتشرة في إطار اليقظة الجينومية.
وتنصح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية، تنصحهم بارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي، مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب، خاصة مع ما تعرفه هذه الفترة من انتشار للفيروسات الموسمية. كما تذكر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد الوخيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.